حضرتك تحبي ايه على الغدا النهارده؟ شاتوبريون وبيكتب المشروب. حبيبي تحب تتغدى ايه؟ لا حبيبتي ما تعملوش حسابي على الغدا النهارده، عندي بيزنس لانش. خلاص يا عم خارج لك ما تزنش. سلام. طب والديزرت حضرتك تحبي تاخدي ايه؟ صباح الخير. صباح النور. ايه الاخبار؟ انا خارج، عايزين حاجه؟ عايزين، تعال افطر معانا. لا لا مش هينفع، لازم نروح الجيم. استنى يا ولد، سيب مفاتيح عربيتك هنا. سالم اظن هو فاهم كويس قوي انا بقول ايه. داد You're making a big deal out of it, by the way. مش انت اللي هتعلمني اقدر المواضيع ازاي؟ طيب ماشي، يلا سلام. استنى يا حبيبي، انت هتخرج كده ازاي؟ خد مفاتيح عربيتي وانا هتصرف. لا لا، واحد صاحبي مستني بره كده كده، يلا. سلام. سلام. مش قلنا 100 مرة بلاش حكاية دودي ومودي وسويت هارت دي؟ ده اتخرج والمفروض انه بقى راجل. لو النبي ما ينفع، دي مدام دورها اتبهدلت كلها عشان خاطري. بقول لك على حاجة؟ مني ليك يا مسا. أنا؟ آه. يلا يا عم أحمد السق. بس يلا. باي باي. يعني مستكتر اني ادلعه في الحبه اللي بشوفه فيهم؟ وبعدين انت خدت منه ليه مفتاح العربيه؟ راجع امبارح في وش الفجر سكران ومحشش، ولد فاشل. مش كفايه انه من يوم ما اتخرج وهو ما فيش في دماغه غير السفريات والكلام الفاضي ده؟ ده بدل ما يجي يقف جنبي ويساعدني في البيزنس بتاعي. علشان عمرك ما اديته ريق حلو يا شيخ، ده ابنك الوحيد. أنا من زمان بفكر أعمل قناة فضائية، بس خطوة زي دي محتاجة دراسة متأنية فعلاً. ولا دراسة ولا حاجة، هما كام إعلامي مشهور هتجيبهم وتعمل لهم عقود بفلوس أكتر من القنوات اللي شغالين فيها، ويقدموا برامج توك شو، وقعدوا بقى يخبطوا في السياسة ويخبطوا في الحكومة ويعملوا لنا ملفات سخنة تجيب إعلانات، هي الحكاية ماشية كده. عندك حق،
بس احنا برضو محتاجين شوية ناس إعلاميين يكونوا كويسين وممتازين يعني ومحققين نجاح، وبعدين يقدروا يسيبوا القنوات الفضائية بتاعتهم ويجوا يشتغلوا معانا من غير ما يعملوا لنا أي مشاكل. أنت عارف أنا ما بحبش المشاكل في شغلي، أنا راجل رأس مالي سمعتي. لو كنت عملت الخطوة دي من زمان يا سالم بيه كانت القناة الفضائية دي نفعتك في الحملة الانتخابية. لا 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 لا، أنا ما بحبش الحكاية دي علشان ما حدش يقول إنه بيستغل القناة الفضائية بتاعته في الدعاية الانتخابية. أنا كفاية عليا القنوات الفضائية الناجحة اللي بتستدعيني في برامج كتير قوي، وهي دي أحسن دعاية انتخابية ليا ومجانا. طبعا ما أنت مش ملاحق من كتر المشاريع اللي عندك يا سيدي. ما احنا مشاريعنا واحدة، احنا الاتنين بس. انت بقى عندك وقت تقعد وتتفرج عشان رمي كل حمول الشغل عليا، والحمل كمان هيزيد عليك يا باشا، ما انت داخل الانتخابات. احنا داخل الانتخابات عشان المصلحة، ما احنا مصلحتنا واحدة. سالم الحقني يا سالم. اهلا هاني. اهلا اهلا يا اشرف بيه، زي حضرتك؟ اهلا بيكي. انا الظاهر جيت في وقت غير مناسب. لا لا لا، انا كنت ماشي. فرصة عيدة باشا، الشيك ابو 2 مليون جنيه ما تنساوش بقى. هيحصل. مع السلامة. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا هند. دره ايه يا حبيبتي؟ مالك؟ ايه في ايه؟ ايه اللي معصبك كده يا حبيبتي؟ ايه؟ في ايه مالك؟ جيت في وقت غير مناسب ولا ايه؟ ابدا يا حبيبتي، انت تيجي في اي وقت، كل الاوقات بالنسبة لك مناسبة، بس انت أول مرة تجيني الشغل هنا وتبقي متعصبة بالشكل ده؟ اعمل ايه؟ موبايلك يا مشغول يا مقفول، وانا خلاص دماغي هتنفكر، كلهم متآمرين ضدي، ولاد الكلب، مش عارفة اعمل ايه. طب بس بس اهدي 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 دورة حبيبتي. ايه اول مرة اشوفك كده؟ اقعدي 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 بس اهدي. ياه ايوه، ابعت لي 2 ليمون على طول. ايه في ايه؟ ايه اللي معصبك كده؟ الواد الصحفي اللي جبتهولي وقلت لي انه هيزود توزيع الجنان، وقلت لي كمان انه كلمته تتوزن بالذهب. مصطفى علوي ده ولد صحفي شاطر جدا، عمل ايه؟ ايوه هو مصطفى الزفت ده. قولي لي عمل ايه وانا اقطع لك رقبته. كتب عن صفقه الحمير. حلو قوي، ده موضوع الساعه. جاب سيرة سامح جوز اختي وقال انه هو المستورد الاول للحم الحمير، وانه عنده مسلخ تحت بير السلم بيورد لحمها للمطاعم الكبيره. وسامح جوز اختك هو اللي استورد الصفقه دي؟ ايوه يا سيدي هو. وانت ما قريتيش المقاله قبل ما تنزل المطبعه؟ اول مره ما اقراش مقاله وراجعها قبل ما تنزل. اعمل ايه؟ ما خدتش خوانه، انا في ورطه، دبرني، مش عارفه اتصرف ازاي. المعلنين قطعوا التعامل مع الجورنال وبيطالبوا بفلوسهم اللي دفعوها. لا، موضوع المعلنين ده ما تشغليش بالك انت بيه خالص، دول كانهم شغالين عندي. احنا في بيننا وبين بعض مصالح مشتركه. اما مصطفى ده هوديه في 60 داهيه، ده لسه ما بقاش صحفي. اذا كان ما طلعش كارنيه النقابه وبيعمل فينا كده، امال لما يبقى صحفي رسمي هيعمل فينا ايه؟ أنا عاوزاك تنسيه اسمه وتحرمه يمسك قلمه ويكتب تاني. حاضر، من عيني. استنى، أنت هتعمل إيه؟ مش نفكر الأول قبل ما تتصرف؟ يا ست هتشوفي، أنت مش قاعدة هتسمعي ودانك وتشوفي بعينيك. لحظة واحدة. هتشوفي. ألو؟ سعادة الباشا، أنا آسف إني كلمت من غير ميعاد. لا الموضوع ضروري. لا يا فندم احنا ما بنستغناش. لا والله، بس سعادتك عارف المشغوليات. حاضر يا فندم. في ولد صحفي اسمه مصطفى علوي، الظاهر الولد الصحفي ده في ناس وراه بتزقه وبتحرضه على ان هو يسيء لرجال الاعمال الشرفاء امثالنا. ايوه، خلوه كتب مقاله في الجورنال بتاع المدام بتاعتي. ايوه، مقالة مسيئة يا فندم. لا، محتاجين من سعادتك شدة، مش شدات اللي سيادتك عودتين عليها. متشكر قوي يا فندم، متشكر قوي. شكرا يا فندم،
شكرا. اتفضل سعادتك. اتفضل اتفضل اتفضل. ايه رايك؟ ربنا ما يحرمنيش منك يا سلمتي. وانا منك يا حبيبتي. عشان نخرج بقى من جو الكآبة ده، انا هعزمك النهارده في افخر مطعم حضرتك هتختاريه بنفسك ونتغدى فيه. ها قلت ايه؟ درة، ها بقولك ايه، هو اللحمة اللي جوز اختك بيبعتها لنا بقاله كام شهر من الصفقة دي؟ ها؟ ها وانا اقول ايه؟ ده انا على كده اكلت حوالي 3 حمير. بقول لك على حاجة؟ مني ليك يا نسا. انا؟ اه يلا يا عم احمد السقا. بس يلا السلامة. مضطر يا حبيبتي. ماشي، في اجتماع بعد شوية. اتفضلي انت انزلي بقى اعملي الشوبينج اللي انت عايزاه واشتري اي حاجة انت تحبيها على حسابي. هو في فرق بين حسابي وحسابك يا حبيبي؟ ما هو كله من حسابك يا حبيبتي. باي. سلام. باي باي يا حبيبتي. باي قلبي. لا اله الا الله. اهلا يا حسن. ازيك؟ اهلا يا ساتر. اتفضلوا اتفضلوا كامل بيه. اتفضل اهلا وسهلا. كنت عايز اسال سعادتك. اتفضل. هو حضرتك هتقضي راس السنه فين السنه دي يا فندم؟ والله لحد دلوقتي ما كونناش موقف انا والمدام. طيب اسمح لي، انا معايا تذكرتين سفر لبيروت هديه لسعادتك في راس السنه. ايه ده؟ ليه انا؟ ايوه فندم. متشكر قوي، متشكر قوي 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 يا حسن. طيب يا سيدي يبقى فكرني بقى من الشهر اللي جاي اقلل لك مرتبك. لا يا فندم انا مش شاريهم، ده ابن خالي بيشتغل في شركه سياحه وهداني بيهم، فقلت سعادتك والهانم اولى. والله؟ طب برضه بقى فكرني من الشهر الجاي ازود لك مرتبك. رحله سعيده ان شاء الله يا فندم. الله يخليك. ها طمني، ايه اخبار الدعايه الانتخابيه؟ كله تمام يا فندم.
اليوفط والبنرات الاوت دور كلها اتعلقت. حضرتك كنت معدي على الدائري او المحور النهارده هتلاقيهم منورين باسم وصوره سعادتك. طب والرمز الانتخابي؟ اهم حاجه الرمز الانتخابي لازم يكون واضح. طبعا يا فندم طبعا، حضرتك رمز العدل والعداله، رمز الميزان. رمز الميزان حاجه جميله قوي. مش باقي بس غير ان حضرتك تعمل كده قعده او قعدتين مع اهالي الدايره بتاعتك، يعني تقول لهم كلمتين حلوين كده، وهو بالمره تشرح لهم خطه سعادتك الانتخابيه. خطتنا الانتخابيه؟ ايوه يا فندم. والله فكرتني. يا انا ليل ونهار مفيش حاجه شغله دماغي غير خطتي الانتخابيه. يا ريتك بقى ايه بايدك الحلوه دي تعمل لي خطه انتخابيه كده من الالف الى الياء، وتكتب لي فيها كام شعار من اللي يهموا الجماهير، زي مثلا العداله الاجتماعيه، العداله الانتقاليه، الحد الادنى والحد الاقصى للاجور، مصر اولا واخيرا، والحاجات اللي تهم الناس دي. احنا من الناس، احنا من الناس، احنا يعني جايين منين؟ طبعا يا فندم طبعا. وما دومنا احنا بقى بنشتغل للناس، عايزك تحجز لي قاعة كبيرة شيك في فندق 7 ستارز عشان نقعد فيها مع أبناء الدايرة. أصل أنا بيني وبينك شغل القهاوي واللف على القهاوي والشوادر دي ما بياكلش معايا، أنت عارف. مفهوم يا فندم. طيب اتفضل أنت بقى وأنا دقيقتين وهكون عندكم. طيب بعد إذن سعادتك. اتفضل يا حبيبي، اتفضل اتفضل. الواحد يبدأ السنة الجديدة بنية صافية. خلاص يا مدام، علمت لك كل شنطه بشريطه علشان تعرفيهم على السير، لحسن يضيعوا منك زي المره اللي فاتت. ما وصيكيش يا ايناس، تخلي بالك من البيت ومن ادم، احنا مش هنغيب كلها يومين اتنين ونرجع على طول، واي حاجه تعوزيها تتصلي بالاسطى سعد. ما تقلقيش يا مدام، هي دي اول مره تسافروا، روحوا انتوا بس وانبسطوا وارجعوا لنا بالسلامه. الله يسلمك. هروح بقى نادي اسطى سعد عشان يشيل الشنط. ماشي. ايه ماما؟ ايه يا حبيب ماما؟ ما وصيكش يا حبيبي، تخلي بالك من نفسك ومن اكلك، واي حاجه تعوزها تكلمني على طول. حاضر يا حبيبتي، بس بقول لك ايه، مش سيبيني فلوس المره دي ولا ايه؟ لا عيب عليك، في الدور جيه اللي انت عارفه. حبيبتي حبيب قلبي. ولا عفوا، ترجعوا بالف سلامة. يلا يا مدام، عندنا ميعاد طياره. تكير. حاضر يا بابا. باي باي. عم ربيع، يا عم ربيع، عم ربيع تعال. بالراحة بالراحة. نعم يا بنت. خد طلع كيس الزبالة بره. طيب عم ربيع،
يا عم ربيع تعال. انت اتعشيت؟ الحمد لله يا بنتي، الف شكر والف حمد يا رب. طب خد الموزه دي حلي بيها. ها؟ حلي بالموزه. كتر خيرك يا بنتي، متشكر قوي يا بنتي. بالراحه. يا سيبتي وفضيت عليكي بقى الفيلا بحالة والجو خليلك انتي وآدم. يا بنت اتلمي، ده انا طول عمري بعمل زي اخوي، عمري ما فكرت فيه بالطريقة دي ابدا. وماله يعني؟ وهي انا اصغر منك مش مشكلة، مش هم وابوه من كريمة المجتمع؟ عارفة يا بنت لو معرفتيش تلفي دماغه وتتجوزيه تبقي خايبة، وما تستهليش بقى الفرصة اللي جاتلك. فرصة ايه يا بنت يا منيلة انتي؟ بقولك ايه؟ صح انتي دماغي تودي في ده. بعدين مين قالك ان ابوه وامه هيوافقوا على حاجة زي دي؟ انتي فاكراهم هوبلي يا بنت المجنونه؟ استني استني استني. طب بقولك اقفلي دلوقتي عشان امي بيكلمني الناحيه التانيه. سلام. ايوه ماما. لا يا حبيبتي نازله طبعا اجازه، بس مستنيه بس البيه يقول هنا عشان هما في اجازه، اول ما يرجعوا من السفر على طول هجيلك، يعني يومين ثلاثه كده. لا هجيلك يا حبيبتي. طب بقولك ايه، هقفل عشان عندي شغل. سلام. عشتي؟ أنا؟ لا ما تعشتش. هو حضرتك جاي نحضر لك العشاء؟ يلا بينا نتعشى برا. نتعشى؟ طب ما هي التلاجة مليانة أكل، نتعشى برا ليه؟ تلاجة إيه بس؟ يلا انا كده كده هشتري حاجات كمان لحفله بكره. حفله ايه؟ هو انت هتعمل حفله؟ اه طبعا، بكره راس السنه واكيد هعمل حفله عزم اصحابي كلهم. يلا بقى. طب هو يعني ضروري يعني اجي مع حضرتك؟ اه ضروري قوي كمان تيجي مع حضرتك. طب هكلم قسط سعد يجي يوصلنا على طول. قسط سعد ايه بس؟ وانا معايا عربيتي. يلا. عربيتك ايه؟ لو انت نسيت ان البي اخد منك مفاتيح العربيه. والله العظيم انت بتكلمني البي. اه طب البسي يلا وحصلي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الشياكه دي بس؟ انت كمان حاطه ميك اب؟ عجبك؟ عجبني. انا ما شفتش حلاوه كده في حياتي. اصل انا ما بحبش احط مكياج، بس يعني شكلي كده ينفع اخرج معاك؟ ينفع تخرجي معايا؟ ده انا اخش اقعد في البيت وانت تخرجي لوحدك. انا مش هخرج غير معاكي اصلا بعد كده. بس بقى ما تكسفنيش. وانت جبت المفتاح منين؟ هو انت مثلا فاكره ان انا سبت ابويا سافر بالنسخه الوحيده وانا معيش عربيه؟ معايا نسخه تانية طبعا يا حبيبتي. يخرب بيت حالك، ده انا افتكرتك سرقته. سرقته ولا حرامي؟ دي عربيتي على فكره. يلا تعالي انت اللي هتسوق. اسوق ايه ده طبعا؟ لا ما هي الحلاوه دي لازم هي اللي تسوق. افرض لسه في لجنه مثلا ولا حاجه. لا انا هروح اركب الناحيه. والله العظيم انت اللي هتسوق. والله ما هينفع. لا يلا. لا مش يلا. لا عشان خاطر هخبط العربيه. لا ما انا جنبك. عمري ما سقت. معلش هعلمك عادي، حاسبي دماغك. خدي المفتاح. طب طب مش هعرف ادورها. طب ما انا حطيت المفتاح وما دريتش اهي. دوسي فرامل طيب. دي؟ ايوه. ها بصي اهو كده دار. نزلي بقى دي. طيب يا يلا. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. الله عليك يا نوسه يا جامد.
مساء الخير. مساء النور. في حجز باسم سالم الشافعي وحرمه. خليك معايا شويه. بتكلمي مين دلوقتي؟ احنا في رحله جايين نريح اعصابنا وننبسط شويه. بكلم دودي وما بيردش. اكيد مشغول مع اصحابه. غير في 2-1-1. 2-1-1 لبناني صح؟ صح. اتفضلي. ادم انا كنت عايزه اقول لك على حاجه. قولي. انا يعني كنت عايزه اقول لك اوعى تفتكرني يعني ان انا واحده اي كلام. كمني يعني بشتغل عندكم في الفيلا الشغلانه دي. ولا كمني يعني رضيت ان انا اخرج معاك النهارده. بس والله انا بنت ناس كويسين. ده انا خريجه جامعه، خريجه خدمه اجتماعيه بنها. ياه بجد؟ اه والله. عشان كده على طول بتعملي من بنها. يلا بقى. تنسيق هو اللي وداني هناك. بس أنا يعني اضطريت أقبل الشغلانة دي علشان أصرف على بيتنا بعد ما أبويا توفى. أصل معاش أبويا ما بيقضيناش. وبعدين أمي ست بيت ملهاش معاش. وأنت بتقولي كل الكلام ده ليه؟ الأكل مش عاجبك ولا إيه؟ عشان كده هاكل لوحدي. لا والله ده الأكل حلو قوي. ده أنا حتى جعانة جدا ولسه جعانة على فكرة. بس يعني حبيت يعني أكلمك عن نفسي شوية عشان ما تفهمنيش غلط يعني وتعرفني كويس. طيب مبدئيا انا كل ده ما يهمنيش. اللي يفرق معايا ان قدامي واحده لذيذه وزي القمر. قولي بقى. يوه امي هداني مكالمات من ساعه مسافري. هي مسافه تتفسح وهتكلمني من هناك. طب ما ترد عليها هتلاقيها عايزه تطمن عليك. لا لا مش وقته بقى. بقول لك ايه تيجي نقوم؟ مش هنكمل اكل؟ مش اكله مش عاجبك وانا مش قادر اكمله انا كمان الصراحه. طب يعني ممكن تشيك؟ بس معلش والنبي هدي شويه اصل انت بتجري بسرعه قوي. ما بيردش. اكيد استغل فرصه غيابنا وخرج يسهر مع اصحابه. يا نهار اسود يا نهار اسود. رايح فين؟ ما تقف عشان نشوف خبطنا مين. اه في ادم شوف خبطت مين عشان خاطري. طيب طيب اهدي اهدي. طب وسيبك يا نهار اسود. انت ما خبطتش حد. لا خبطت انت خبطت عليا. بتقولي ايه؟ يا ايناس يا ايناس. ايه في ايه؟ يا ايناس في ايه؟ مش عارفه بدون كلام مش مفهوم. ما احنا لازم نرجع له. حرام عليك لازم نرجع له يمكن لسه عايش. نرجع لمين يا بنت المجنونه انت؟ الواد اللي انت خبطته. واد ايه مش واد ده كلب. عملت توتري اقول لك كلب وحياه امي كلب. انا لازم ارجع مصر دلوقتي حالا. ما تجيبش ام سجاره شتاها جنبك في العربيه. ما يرضكيش اني سمعتي تتلوث في السوق بسبب موضوع زي ده. ايناس دي كلبه ولا تسوى؟ دادي مش ممكن هيسيب اي حد. عاوزه تهدي البيت ده وتضيعي مستقبل ابني؟ ده لا عاش ولا كان اللي يعمل فينا كده. انت فاهمه؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ ده انت حته خدامه زباله معفويه.